الرحلة هي الكنز، وهي فعلا بقت كنزه، وبقى واحد من أهم الإعلاميين الرياضيين في الوطن العربي. حقق حلمه بس ما قدرش يحقق حلم والده، وأكتر حاجة مزعلاه بسبب والده، واتخانق مع رئيس النادي اللي كان هيلعب فيه. إبراهيم فايق من صغره وهو بيعشق الكورة، وراح نادي الترسانة وهو عنده 9 سنين علشان يلعب فيه، لكن حظه كان وحش لأن الإدارة حلت فريق الأشبال مواليد 84، وقتها ما سكتش وراح قدم في اختبارات نادي الزمالك واتقبل، وكان المشرف الكابتن محمد توفيق، لكن أول ما فريق الترسانة رجعوا فريق 84 ما قدرش يقاوم الحب القديم ورجع للشواكيش من تاني. مهارة إبراهيم جذبت له أنظار حد من الكشافة وأخدوه علشان يلعب للأهلي، لكن السن كان فيه مشكلة لأن الكشاف بلغ إدارة الأهلي إنه مواليد 87 مش 84، فاتقبل في الاختبارات، ولما روح حكى لوالده ووقتها قال له يا ابني ما بني على باطل فهو باطل، وسمع إبراهيم نصيحة والده الحاج محمد وما راحش الأهلي تاني. حياة إبراهيم فايق كانت مقسومة ما بين الكورة والدراسة، وجنبهم كان بيشتغل في محل بيع أدوات كهربائية ملك لأسرته، وعاش وقتها مع الصنايعية وعارف كل حاجة عن الكهرباء. وفي الثانوية العامة إبراهيم كان شاطر وجاب مجموع كويس، دخله أداب حلوان قسم إعلام، وده كان عكس رغبة والده اللي كان عاوزه يدخل تجارة. إبراهيم اتخرج في سنة 2005 ولف على شوية جرايد علشان يشرب منهم الشغلانة، وأول شغل حقيقي ليه كان في موقع بص وطل، وكان محرر القسم الرياضي وشوية بقى رئيس القسم، وأول مرتب قبضه كان 1200 جنيه، وبعدها اشتغل شوية في الدستور مع إبراهيم عيسى. لكن نقلته الحقيقية كانت لما قابل الكابتن أحمد شوبير، لأن شوبير بيحب الموهوبين، وإبراهيم كان شاطر وموهوب، وقدر يشتغل معاه مراسل في برنامج الكورة مع شوبير على قناة الحياة، وبعدين شوبير خلاه يقدم فقرة الأجندة في آخر برنامجه لمدة 3 دقايق، ووقتها الناس عرفته. إبراهيم فضل في قناة الحياة لحد ما بقى يقدم البرنامج الرياضي الرئيسي واللي كان تحت مسمى الملاعب اليوم، ومن الحياة لمودرن الكورة، وبدأ يتنقل بين الاستوديو التحليلي والبرنامج الرئيسي، ومنها لقناة مودرن سبورت، واشتغل للمرة التانية مع شوبير، وطول الوقت إبراهيم بيشتغل على نفسه وإن معلوماته تبقى صحيحة ومحدش بيشكك فيها. التألق زاد أكتر لما راح سي بي سي إكسترا وقدم فيها برنامج ساعة رياضة لمدة 2 سنين و3 شهور، وبعدها قدم برنامج السوبر، ومن السوبر للحريف على دي ام سي سبورت، وبعدها استقر على برنامج جمهور الثالثة على اون سبورت، وبرنامج تاني على راديو 90-90 اسمه ملعب 90-90، وكمان ألف كتاب الحريف. ومؤخرا ترك إبراهيم فايق أون والشركة المتحدة وسافر السعودية علشان يتعاقد مع مجموعة ام بي سي ويقدم عليها برنامج جديد وشكل جديد. وفي وسط كل النجاح ده مر إبراهيم بتجربتين في غاية الصعوبة، الأولى لما جات له جلطة وفضل في المستشفى فترة طويلة، والتانية لما تصاب كورونا ولكنه نجا برعاية ربنا ودعوات جمهوره. أكتر حاجة بتوجع إبراهيم فايق إن والده المهندس محمد مش قادر يشوفه على الشاشة، وده لما في سنة 95 جاله انفصال في الشبكية وضمور في العصب البصري، ولف إبراهيم بوالده على كل الدكاترة والمستشفيات وبرضه مفيش فايدة. وإبراهيم متعلق جدا بوالده وكان نفسه والده يشوفه وهو إعلامي على التلفزيون، لكن للأسف مقدرش يحقق ده. كل التحية للكابتن إبراهيم فايق وإلى اللقاء.